حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت مصادر برلمانية عدم حضور وزيرة المالية طيف سامي للاستضافة في مجلس النواب للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين 31 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملت الشهادات العليا. وبدورها قالت وزيرة المالية إن موضوع إطلاق التعيينات الخاصة بحملة الشهادات والخريجين الأوائل ليست من صلاحية الوزارة وإنما من صلاحية مجلس الوزراء في غضون ذلك. وجه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي استضافة وزيرة المالية طيف سامي الأسبوع المقبل للإسراع في حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل. كشفت أو أكد خبراء اقتصاديون أن موجودات المصارف العراقية قليلة ومتأخرة بمنطقة الشرق الأوسط، وبحسب الخبراء فإن حجم موجودات المصارف في الشرق الأوسط إلى الناتج المحلي يصل إلى 80% بينما لا تصل سوى إلى 52% بالقياس إلى الناتج المحلي في العراق، ولم تبلغ موجودات كافة المصارف العاملة في العراق سوى نحو 203 تريليونات دينار في أفضل حالاتها، وهو رقم نادر الوصول إليه. كشفت مصادر مطلعة عن وجود مساع لدى البنك المركزي العراقي من أجل إلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بشكل تدريجي خلال عام 2024 الحالية، وصولا لإلغائها بالكامل مع نهاية العام. وبرر البنك العراقي خطوته بأنها تأتي بهدف تمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي، بما يحقق رصانة القطاع المصرفي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية على حد تعبيره. أعلن مصرف الرافدين رفع الأسعار المحددة للوحدات السكنية في مجمع بسمايا جنوب شرق محافظة بغداد بمقدار 714 دولارا للمتر المربع الواحد. واشتكى المسجلون على شقق بمجمع بسمايا من هذا الارتفاع، حيث كان سعر المتر الواحد 630 دولارا فقط، متسائلين عن جدوى الدعم المقدم للطبقات الفقيرة إذا كان سعر المتر الواحد ارتفع إلى هذا الحد. وكشف مصدر محلي عن دخول السماسرة في خط بيع الشقق الحكومية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. أعلنت وزارة النفط الهندية توجهها لإلغاء شراء النفط الخام من العراق والتوجه نحو بديلين عن النفط العراقي. وأضافت الوزارة الهندية أن حكومة بغداد اتخذت خطى الحكومة السعودية وصعدت من أسعار النفط للسوق الآسيوي، الأمر الذي أجبر الهند على البحث عن موردين آخرين لسد حاجتها المتنامية بشكل مستمر من النفط الخام، مشيرين إلى روسيا كبديل عن العراق في استيراد النفط. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.